الرئيس النمساوي: أوروبا ليس فيها مكان للتطرف من اليمين. ارتفاع التضخم في النمسا إلى 7.5% بالتزامن مع خطة الإصلاح. الجيش يستبدل عددا من الجنود على الحدود الشرقية بتقنيات خاصة. شرطة فيينا تقلد آلية عمل الصيدليات المناوبة ليلا. إسبان تشغل رحلات جديدة بين فيينا وغرب البلاد. زيادة عدد المحتاجين لمساعدات السوسيال في فيينا من العاملين. ومطاردة هوليودية بين ألمانيا والنمسا والبطل سوري. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن أن أوروبا لا يوجد فيها مكان للتطرف اليميني وستظل قوة عالمية بناءة وخيرة. وأكد فان دير بيلن في كلمة له في مؤتمر ألباخ المنعقد في تيرول على ضرورة خلو المستقبل الأوروبي من التطرف المرتبط بالرأسمالية الاستغلالية، وشدد على حماية الاتحاد من التحديات الأمنية بما في ذلك تهديدات روسيا. ودعم الرئيس انضمام النمسا لنظام الدفاع الجوي الأوروبي سكاي شيلد لتعزيز الوحدة الأوروبية. Seven times in the last 10 years. In both regions, ice melting is accelerating rapidly. The ice that melts, as I talk to you, will contribute massively to all this climate. عاد معدل التضخم هذا الشهر للارتفاع مسجلا 7.5% بزيادة طفيفة عن الشهر السابق وبمعدل عال مقارنة بمنطقة اليورو. وأبدى وزير المالية ماغنوس برونا استياءه قائلا: على الرغم من الارتفاع إلا أنه ليس هناك سبب للقلق، مشيرا إلى أن معدل النمسا ما زال أقل بكثير من دول أخرى مثل هولندا وفرنسا وألمانيا، وأضاف أن الإجراءات التي قدمتها الحكومة ستسهم في تراجع التضخم، وأشار إلى أن تحليل الرقم الحالي يظهر أن الوضع سيستمر في الاستقرار في الأشهر المقبلة. قالت وزارة الدفاع النمساوية أنها تعمل على تخفيض عدد الجنود على الحدود الشرقية في بورغلاند، حيث تمت الاستعاضة عنهم في بعض التقنيات المتطورة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين التدريب العسكري والتخفيف من المهام الروتينية، وتشمل جهود استخدام كاميرات حرارية والرادارات والطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود، ويأتي ذلك في سياق جهود مكافحة الإتجار بالبشر، بينما لم تقدم الوزارة تفاصيلا محددة حول ماهية التقنيات. يذكر أنه في بداية عام 2023 بلغ عدد الجنود على الحدود حوالي 750 جنديا. nennt Ministeriumssprecher Michael Bauer nicht mit Verweis auf die Schlepperorganisation. Die lesen mit. Mehr Technik führt aber dazu, dass weniger Personal eingesetzt werden kann. Mit der Maßnahme werde die militärische Ausbildung von Grundwehrdienern verbessert, betont Bauer. Zudem sei die Zahl der Flüchtlingsaufgriffe zuletzt gesunken. Ein Ende des Assistenzeinsatzes im Burgenland sei aber noch lang nicht erreicht, versichert der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser. أعلن الشرطة فيينا عن تقليص عملياتها الليلية اعتبارا من أكتوبر لتخفيف ساعات العمل الزائدة، وبالتالي ستغلق 52 مركزا في الليل وتحتفظ ب 29. وتهدف الخطوة لتحسين التوازن في مهام الشرطة بين العمل الميداني والاستراحة. واعتقد البعض أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على الخدمات الأمنية، فيما يرى ممثلو الوزارة الداخلية أنه يخدم الضباط والموظفين، وسوف يكون النظام الجديد مشابها لنظام الصيدليات الليلية، أي وجود توزيع على كامل المدينة. وأكدت الداخلية أن التغيير لن يؤثر على خدمات المواطنين. Hans,
أعلن شركة فيستبان عن زيادة رحلات القطار التي تربط بين فيينا وإنسبروك، حيث ستطلق قطارين إضافيين اعتبارا من سبتمبر لتصبح 5 رحلات يومية. وتخطط الشركة لتحسين جداول الرحلات بعد 8 أشهر، متوجهة من فيينا عبر سالزبورغ وكوفشتاين إلى إنسبروك. وقال المدير التنفيذي توماس بوش أن هذه الزيادة تهدف لتعزيز جودة الخدمة والتواصل بين المدن، معربا عن سعادته بترحيب العملاء بهذه الخطوة التي تشمل جداول رحلات جديدة صباحية ومسائية لتعزيز الخيارات للمسافرين. كشف تقرير حماية الحد الأدنى في فيينا لعام 2022 عن زيادة عدد العاملين الذين هم بحاجة للحماية الاجتماعية لأن تعويضات البطالة غير كافية. وبيّن التقرير أن 134 ألف شخص استفادوا من الحد الأدنى للدخل في فيينا العام الماضي بانخفاض طفيف مقارنة بالسنوات السابقة. أما العاملون من بينهم فقد ازدادوا بنسبة 13.5%، وطالب رئيس قسم الشؤون الاجتماعية في فيينا بيتر هاكا بإصلاح النظام لمعالجة الأوضاع التي أثر عليها التضخم وزيادة دعم العاملين جزئيا. شهدت بلدة أخنكيرشن في تيرول ليلة الخميس مطاردة خطيرة لسيارة يقودها سوري من قبل الشرطة الألمانية والنمساوية على الحدود. وقام سائق السيارة بالهرب من ألمانيا إلى النمسا، وبعد تلقي معلومات من الشرطة الألمانية تم تنسيق مطاردة السيارة التي كانت في طريقها إلى جبال آخن، حيث تعرض السيارة شرطة للضرر بعد نصب كمين. ثم توقفت السيارة بعد مطاردة من طائرة شرطة، إضافة لإطلاق طلقات تحذيرية بعد أن غادر الركاب 5 السيارة، وقد تم احتجازهم للوقوف على أسباب ودوافع محاولة الهرب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.